ومتابعينا بصباحنا يا سالي، ووصلنا لأولى فقراتنا. فبتتنوع الأنشطة الصيفية للأطفال بين الترفيه وبين التعليم. بأولى محطاتنا لليوم رح نحكي عن جانب مهم من استثمار الوقت خلال العطلة الصيفية لأطفالنا، لحتى نحكي أكثر ونتعرف ونغوص بهذا العالم. بصيرنا نرحب بعقاب نصر الحلبي، منسق أعمال جمعية سبل التنموية. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباحك جميع، جمعة مباركة يا رب. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عقاب عن النوادي الصيفية للأطفال. يعني نحن مثل ما بنعرف عفوا هلأ فصل الصيف، وهلأ يعني النشاطات كترت، فدائما الأطفال يعني أو أهالي الأطفال بيسعوا أنه لا استثمار وقتهم بالصيف بشكل منتظم. نحكي عن هذا الموضوع. يسعد صباحكم يا رب. اليوم بنحكي عن عطلة صيفية، يعني عندي وقت كبير، عندي أنشطة كثيرة، عندي أهداف وخطط لازم تتنفذ. إذا بدنا نحكي اليوم عن بداية عن العطلة الصيفية، كيف أنا بدي بلش استثمرها، وخاصة هي العطلة كانت عندي تقريبا أنا هي زيادة عن العطلة المعتادة 3 شهور، عندي شهرين تقريبا، عطلوا الأطفال من شهر 4 فصار عندي عطلة ما يقارب 5 شهور، عطلة طويلة. كيف أنا اليوم بدي استثمر العطلة لطفلي بحيث أنه طفلي يضل متابع تعليميا، يعوض الفاقد العلمي اللي راح عليه بالمدرسة، يتابع ويتكون بنفس الوقت يترفه، ما يروح عليه شيء. بس أنا استثمر العطلة، يعني أنا عندي بس مو العطلة هي لعب، يكون في عندي أهداف منظمة حتى أقدر استثمرها. بداية من في بدي اختار الوقت والبرنامج المناسب لطفلي، يعني ما فيني اليوم انا اقول نادي صيفي بفوت ابني الساعه 8 بيطلع الساعه 3 منه دوام 8 ساعات 9 ساعات، هذا صار استنزاف طاقه للطفل اضافه لاستنزاف الوقت اللي هو طفلي اليوم رجع لجو هو اساسا متعود عليه، اللي هو جو المعتاد والروتين، هو جو المدرسه. فانا اليوم بدي اخرج من هذا النطاق، بدي اخرج من هذا الاطار، ادخل لشيء جديد، خلي طفلي يكون موزع ببرامج وقت محدده، ننوع بالانشطه حسب الاهداف اللي عند طفلي، حسب ذكاء طفلي. مو انا اليوم كأم او اب بختار مثلا كاراتيه، بختار مثلا حساب ذهني، بختار مثلا كرة قدم، لا بختار شيء هو طفلي بيحبه. وهذا الشيء نحن بنواجهه اليوم بالنادي الصيفي لما الأهل بيختاروا الأنشطة دون الرجوع لرأي الطفل. نعم. فبنلاقي الطفل جلسة 2 3 ما لاحظنا فيه إبداع، ما لاحظنا فيه قبول، ما لاحظنا فيه مرونة، ما نو ميوله أساسا ما أنا هون، يعني ما هذا ما يعني إنه هو غير مبدع بهذا أو بكل المجالات، لكن ما نو ميوله ليست في هذا المجال. لهذا نحن بنضطر نغير، يعني او بنضطر نبدل الطفل، نشوف شو ميول طفلي. كيف ممكن انا اعرف ميول طفلي؟ من خلال اعرف تقييم المهارات يلي عنده، هو شو اكثر شيء بيشاهد، شو اكثر شيء بيشوف، شو هي الشخصيات يلي بيتقمصها. مثلا طفلي اليوم بحب الاشياء الاشغال اليدويه، بحب يصنع، بحب يساوي مزيك قصص، بحب يزرع. حتى باطفال بتلاقي بالبيت من لا شيء بيزرعوا اشياء وتفاصيل معينه، بيبلش يشتغل اشياء الكترونيه، كهرباء، بحرتق، بنقول له دائما. هي التفاصيل هون انا بتدلني على ذكاء طفلي وين، يعني هل هو ذكائه اجتماعي، بحب الحياه الاجتماعيه، بحب الورشات العلميه، البحث العلمي، بحب اذا مثلا بدنا نقول عنده طفلي رياضيات، بنميل نحن اكثر معه على الروبوتيك مثلا، على السكراتش، على هي البرامج، على الحساب الذهني، على البرامج الذهنيه، الذاكره السريعه، الذاكره البصريه، هي البرامج كلياتها بنخلي الطفل نحن يكون منتظم اكثر، لانه احنا رجعنا للميول تبعه. طيب اذا لاحظت ميول طفلي ادبيه، مثلا قصه، سيناريو، قراءه، شعر، قراءه طويله مثلا او قصه سريعه طويله، هاي الاشياء بدي ارجع لطفلي. احيانا اطفال بتلاقي عندهم موهبه الخطابه والالقاء وبيبلش بيحبوا اعتلاء المنصات دائما، عندهم حب الظهور. طيب اطفالنا هدول نحن مباشره بنميل لبرامج الخطابه والالقاء اللي بتنمي مواهب طفلي. ما بيجي انا على برنامج انا اختاره، يعني انا مو اليوم مو كاب او كام، انا مهمتي اليوم نفذ رغبه طفلي شو هو بده. نعم نعم. خلينا نحكي يمكن عن ابرز البرامج يلي لازم الجمعيات تطرحها للاهل. في كثير اهل ما عندهم هي الرؤيه كيف بدهم يوجهوا اولادهم، وخاصه بالعطله الصيفيه، ولكن في كثير بالمقابل جمعيات، في كثير شباب وصبايا متطوعين هن عندهم نشاطات. شو هي ابرز النشاطات يلي لازم تنعرض على المجتمع لحتى الاهل يشاركوا فيها اولادهم؟ احيانا نسال نادي صيفي مسجل ابنك بنادي صيفي، اي مسجل نادي صيفي انجليزي عربي رياضيات، هذا مو نادي صيفي، انت مسجله بالتعليمي. نادي صيفي يختلف تماما كمفهوم، هو بدنا نحن اكيد في عندي فائده اضافه للترفيه رقم واحد. نادي التعليمي نحن ما مو غلط انه طفلي يتابع،
لكن بدنا نقول اليوم يتابع بالاسلوب الغير تقليدي والمعتاد عن الدروس المعتاده. يعني انا اذا اليوم بدي اقول عن الانجليش فانا فيني اعطيه انجليش تفاعلي من خلال استخدام تقنيات جديده، من خلال برامج وسلاسل حديثه. ما بناخذ مثلا هو ناجح على الثالث على الرابع بعطيه السلسله نفسها او الكتاب نفسه. طفلي بيمل، بيرجع لمرحله بيمل، ما عاد في عندي الاستجابه نفسها. لما انا ببلش بعرض وسائل مثلا عبر الشاشه، تحفيز، انشطه، تعلم نشط، طرق جديده، مونتيسوري داخل الدرس اللغه، فبيصير في عندي هي اضافه. لانه طفلي لما عم ينقطع 5 أشهر أو 6 أشهر عانينا منها العام الماضي وعانينا وحنعاني منها العام هذا، الاهالي عم يخلوا طفلهم ينقطع 5 أو 6 أشهر يعني لا ورقه ولا قلم نهائيا. ما عم يوصل لمرحله شهر 9 ببدايه المدارس عم يشكل في فجوه كثير كبيره بين المعلم وبين المنهج وبين الطالب. تمام. فهون احنا لازم طفلي ايضا يتابع بالخطه التعليميه خلال الصيف وتعويض الفاقد التعليمي ولو بجلستين او 3 أسبوعيا، هي اقلها. الانشطه اللي ممكن نحن نلفتها او نطرحها خلال النادي الصيفي، بنبلش نحن بمهارات فكريه، بنبلش بانشطه رياضيه، بنبلش بانشطه حركيه بعد دراسه، خلينا نسميها دراسه المنطقه، دراسه الميول، دراسه الافراد، الاطفال شو بيرغبوا. صحيح. مثلا اذا بدي احكي اليوم انا عن انشطه، عن نادي سينمائي مثلا، نادي سينمائي ما فيني اعرضه باي منطقه باي بيئه، لازم اكون انا عارفان وين عم بعرضه وين كيف ممكن انا ادرس هي البيئه من خلال نعمل يوم مفتوح فان داي مثلا، مجموعه من الانشطه، شو بيرغبوا شو بيحبوا. فعملنا هي التجربه، كانت كثير تجربه ناجحه بمراكزنا بجمعيه سبل، فكانت هي عباره عن دراسه لشو الناس بتحب شو بترغب. فبلشنا بانطلاق البرامج، كان عندنا برنامج المهندس الصغير. المهندس الصغير هو انجح البرامج على الاطلاق. هي النقطة اللي كنت حضرتك بدك تنوهها عليها ضمن المساحة، تفضل. برنامج المهندس الصغير هو باسم المهندس الصغير، لكن طفلي اليوم عم بيعيش تجربة الهندسة بعدة مراحل وبعدة حتى هندسة بعدة اختصاصات. بلشنا اليوم بمرحلة البناء والتعمير، كيف يقدر يرسم 2D 3D، كيف يقدر يصمم منظور، كيف يقدر يساوي يحلل. بلشنا اليوم انه طفلي ياخذ تحاليل وتجارب كيميائية من الثقال، من الفوران، من ذوبان الثلج، كيف نقدر نحن المي نقلبها لثلج بشكل سريع بإضافات بسيطة، كيف نقدر نخلي طفلي يجرب الإيصالات الكهربائية، الدار الكهربائية وما شابه. هي التفاصيل اللي هي كتير صغيرة عم تعيش الطفل بتجارب كبيرة وبأهداف واسعة لبعدين. يعني بخلي طفلي أنا من اليوم يرسم أهداف وأحلام لبعيد، لبعد البكالوريا أو لبعد الجامعة، هو شو ممكن يصير تخصصه وميوله المهني والعلمي. إضافة لبعض الأنشطة يلي طفلي بيرغبها، هي يجرب بإيده، يلمس بإيده. يعني إحنا كون في عنا ورشات من البناء، ورشات من التعمير، الجبصين، كيف نحن نخلط مواد مع بعضها، هي التفاصيل. ويصنع الطفل بإيده مثلا بركان، يصنعه بإيده هو، يبلش الحمم تطلع منه طبعا بطرق مدروسة، وليس هي حمم نارية ولا أنا مؤذية لا للشم ولا لمس الطفل أبدا، كتير مدروسة عم تكون. إضافة لبعض البرامج اللي ممكن نطرحها، البرامج الذهنية هي متضمنة عندنا الحساب الذهني، عندنا سوبر مايند، عندنا طبعا برامج نحن عم نحكي اليوم ما أنا تسويقية أبدا، إنما هي حاجة ملحة لكل طفل وموجودة أعتقد على كامل بقعة الأرض السورية. عندنا اليوم القراءة السريعة، عندنا القراءة الذكية، كيف طفلي اليوم أقدر حدد هو شو بده. إذا بدنا نحكي عن الميول فهو اليوم عم بيوسع إدراكه البصري، عم بيوسع صحيح. المساحة البصرية، عم بيوسع المسح البصري. إذا بدي أقول أنا طب شو بتفرق؟ لا، في فرق كبير، هي كل مهارة لحال، التركيز البصري بمكان هو مهارة ثانية نتحدث عنها. كمان في عندي اليوم الذاكرة السمعية، طفلي اليوم عم بيوسع، عم بيحرض الخيال، لما أنا عم بعطي طفلي اليوم على مهارة عد على الأصابع، وأيضا هو بيكون مغمض عيونه عم يحلم، عم يتخيل الأرقام، فهو عم بيساوي عندي تركيز سمعي، تركيز بحاسة اللمس، والذاكرة عم تشتغل وتتحفز لحتى نقدر نحفز 3 حواس سوا، فعم بصير عندي تآزر بالحركات، عم بصير عندي عملية أقوى من أنه نحن نفعل حاسة واحدة. إضافة للأنشطة المتعددة الثانية، أنه أنا اليوم بدي أقول عندي قراءة، فطفلي اليوم عم يقدر يلقط أكبر عدد من بالسطر الواحد ويقرأهم بشكل سريع. فعم نحن عم نعير على الساعة الرملية أحيانا بنستخدمها أو على الساعة رقمية، فالطفل اللي بيقرأ بطريقة سريعة وبيعطيني ملخص، بدل ما أنا خلينا نقول كتيب من 30 صفحة للطفل، فبده يمكن يومين 3 4 يلي هو، بينما طفلي بجلسة واحدة
عم يقرأ قراءة سريعة، عم يستخلص الفحوى أو المحتوى أو الناتج اللي أنا بدي إياه، عم بالنهاية عم يطلع فيه بعمل مسرحي تمثيلي أيا كان. حنلاحظ هون نحن الفرق، قديش طفلي عم يقدر يمس يلقط اشياء هيك سريعة، قديش الذاكرة والعين عم نمرنها، عم نمرن عضلة العين، لأنه أحيانا نحن بنبلش حتى الحرف إنه هي الهمزة من فوق ولا من تحت، هي النقطة على التاء ولا على الباء، بيصير في عندي خربطة حتى نحن كأشخاص عاديين. طفلي لما بيتمرن على هي التفاصيل بيصير عنده سرعة بالقراءة واستيعاب المعلومات بشكل أكبر. نعم تمام. خلينا كمان نحكي، يمكن بالظروف الصعبة اللي مرقنا فيها كلنا، كثير من الأطفال هن بحاجة إلى يمكن شوي اعتناء بالحالة النفسية، الحرب، القصص الصعبة اللي شافوها يمكن ولدت عندهم ممكن سلوك عدائي، ممكن سلوك هو غريب عنهم. كيف نحن كمان فينا نوجه أولادنا بهذا الشيء، وشو هو يمكن أبرز النقاط اللي لازم نلاحظها على أولادنا لحتى نتجه إلى مختصين نفسيين، إلى يمكن كمان أنشطة بتهتم بالشأن النفسي؟ تماما، هون موضوع كتير مهم حساس عند كل أم أو أب. أحيانا نحن منجي بدي سجل ابني كذا حتى يطلع كذا، مثلا انه طفلي والله عنده هو عدواني، فقالوا لي سجلوا حساب ذهني لحتى ينتج عنه لا ابدا، نحن بدنا نكون دارسين الوضع صح. نعم. عاملين الدراسه الصح لطفلنا. بدي بلش انا اقول هون في عندي نشاط بيختص، يعني افهم اليوم انا كمختص افهم حاله الطفل لاعرف وجهه وين بده يكون. فنحن كان في عندنا العبقري الصغير لاعمار من 3 سنين لل 8 سنوات اللي هو بيتضمن الانشطه المونتيسوري. فنحن بنعرف في ركن المونتيسوري باركان المونتيسوري عندنا ركن اسمه ركن السلام، وهو المساحه الامنه للطفل. فالطفل هون بيعبر فيه، بيحكي فيه، بيعالج فيه. فهون دور المشرفه او المدربه تقدر تتصيد الكلمات او الاخطاء او السلوكيات اللي طفلي ممكن يقوم فيها حتى انا اعرف وين بدي صحح، بدي بلش خط اشتغل معه، سواء كان عندي خطة تعديل سلوك، سواء كان عندي طفلي عدواني، طفلي عنيد، طفلي بيعاني من مشاكل، فأنا هون دوري أقدر أوجه الطفل صح. نعم. ممكن نحن يا ترى اليوم طفل أهل مسجلين طفلهم بمكان معين أو مسجلينه، لاحظنا عنده فرط في الحركة، لاحظنا عنده تشتت في الانتباه، هون نحن دورنا نراجع الأم أو الأب، هل هم على قناعة أنه هم يقتنعوا بمشكلة طفلهم؟ هل هم مدركين لمشكلة طفلهم؟ هل هم قادرين وقابلين، عندهم قابلية لعلاج طفلهم؟ هون بدنا نبلش نحط نقطة. نعم. يعني أنا طفلي اليوم حيتابع معي أو هذا النشاط ما بيناسبه، أو أنا بدي طفلي بس يندمج ما بدي إياه يستفيد. يعني كتير أمهات اليوم أنه أنا عايشة معه لحالي، أنا ما عم اشتغل مع طفلي، ما عنده حدا، ما بيجينا حدا، أبوه بالشغل، ما بنقدر نشوف، يعني ما بنشوف حدا، ما بنطلع، فأنا بدي إياه فقط يندمج. صحيح، يعني هي عملية الاندماج هي العملية خلينا نقول الأكثر اهتماما، يعني بيهتموا فيها أكثر مع الأطفال، وخاصة نحن بلقاءات سابقة شفنا أنه في أطفال التوحد كيف عم يندمجوا مع الأشخاص العاديين، وكانت فرصة لهم للاندماج ولتبادل خلينا نقول خبرات بسيطة. خلينا نحكي أيضا يعني مشاريعكم اللي أنتم عم تحضروا لها، يمكن هلأ هيك شوي خفت الموجة تبع الكورونا فصار عندكم لسه عجقة أكثر من أيام اللي قبلها، فنحكي شوي هلأ كيف هيك عم يتم تنظيم وقت الأطفال بحيث أنه ما يعني يصير فيه الكم الهائل وبتضيع القصة أحيانا. تمام. نحن اليوم بدي تابع بأنشطة تناسب طفلي خلال الصيف، لسه عندي شهرين من الصيف، عندي شهر 7 وشهر 8، عندي مساحة واسعة، كيف بدي نظم الوقت أكثر؟ اليوم في بدي استثمر وقتي بالرحلات اللي هي تكون مفيدة، أكيد مو رحلة ترفيهية، واحد هي رحلات، وفي عنا نحن معلم بالشام. نعم. اللي هو كتير أنا بعتبره شيء كتير مهم، نحن زرناه بالأسبوع الماضي، هو المرصد الفلكي السوري. حرفتي. رائع جدا جدا، أطفالنا لما عم يفوتوا يتعرفوا عبر الشاشات على عالم الفضاء، على الكواكب، على لما بيشموا رائحة كل كوكب، في معنى أصنصات معينة بتكون لشم رائحة كل كوكب، وكيف بيعيش رائد الفضاء فوق، شو الأكلات اللي بيأكلها، كيف طريقة استحمامه، وبيعرضونا على الهيليجرام على ما أعتقد التسمية وسيلة تعرض لنا إياه بشكل 3D رائعة جدا كل كوكب وتحركاته وا 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 وا. بالإضافة للأخير نحن بنشوف عبر التلسكوب رصد حركات النجوم. هي الأنشطة
شدت كثير عدد كبير كثير من الاطفال، بالمقابل ما شدت عدد قسم ايضا من الاطفال. هون بدنا نرجع للميول، لاحظنا في اطفال بيحبوا هذا الشيء، في اطفال ما بتحب اي شيء، فهي كانت رحله حتى نحن كاشخاص كبار انبسطنا فيها اكثر من الاطفال بحد ذاتهم. اليوم انتقاء المكان، اضافه لليوم في عندي معالم جميله جدا بالبلد. نحن كثير حلو لما بنزور متاحف، لما بنزور معالم، لما بنزور يعني خلينا نقول اماكن هي بالبلد موجوده بس نحن مغيبه عنها. حتى نحن كاشخاص كبار عن جد بنتفاجئ احيان، مثلا مثل متحف الطب والعلوم رائع جدا، الادوات القديمه اللي بيستخدموها الاشياء، المتحف الوطني كثير في تفاصيل معينه. يعني هي القصص كلياتها بيهتم فيها الاطفال، تنجذب له، بيعرف هو وين عايش، شو البيئه، شو الحضاره اللي كان عايش فيها. حلو اليوم نختار، اضافه للفئه العمريه، اكيد ما عمر سنتين وثلاثه حيفهم علي شو المقصود بهذا تمام الكلام. اختيار الفئه العمريه مهم جدا. صحيح. نعم، يعني قبل ما نختم اليوم، قديش بدنا نوجه هيك رساله للجهود الشبابيه يلي هي عندها وعي بالشريحه الاطفال يلي هن يمكن امس الحاجه لاهتمامنا، لوقتنا، لحتى لانه هن يعني جيل مستقبلنا اللي جاي. اليوم بدي رسالتي بدها تكون هي للاب والام، هن الاساس، يكونوا مدركين لوعي طفلهم. طفلنا كثير ذكي، عم يطلع الجيل كثير ذكي كثير واعي، من خلال الاسئله، من خلال الاحتكاك بالطفل، من خلال الاختبارات الدائمه اللي هي النمائيه لكل طفل، عم نلاحظ في نسبه ذكاء ما شاء الله. في عندي اسئله اليوم ما نكبت طفلنا، ما نعطيه مساحه يعبر فيها، نعطيه مساحه يوثق فينا، نكون احنا اصدقاء له، ما نكون احنا فقط مجرد اشخاص عايشين معه بذات البيت، حتى ننفذ رغباته وننفذ الاشياء اللي هو بيرغب فيها. خلي نختار صح لطفلنا هو وين بحب، وين بيكون، ننمي شخصيته اكثر، نعرف طفلنا وين هو قوي، نقاط الضعف، نقاط القوه، نقدر نعالج نقاط الضعف اللي عندي اياها حتى يطلع عندي طفل سليم ومعافى، وبالتالي بكون عندي مجتمع سليم ومعافى. نعم، يعني بالختام عقاب، يمكن حكينا كثير تفاصيل، وخاصه هلا بهيدي الفتره يلي الاهل يمكن بيلاقوا فيها هي منفذ، ويمكن وجهت رساله ضمن حديثك انه مو ننقطع انقطاع كامل، يعني يصير عنا مثل يلي اهله ما بيخلوه يتدرب على الكتابه، بتتقل ايده وبصيروا يرجعوا يعانوا من جديد. في عندي نسيان بصير كامل للأهل. تماما، يعني هيك نصائح خلينا نقول، وشو حابب توجه هلا هيك كلمه لكل اللي هلا عم بيتابعنا وخاصة بمجال أنشطتكم؟ بدي ركز على الموضوع التعليمي، انه نحن اليوم انقطاع 5 شهور للطفل عن المدرسة من أي صف إن كان ومن أي مرحلة عمرية، عم بسبب عندي نسيان كامل للقواعد، نسيان كامل لقواعد القراءة والكتابة، عم بصير في عندي ثغرة كثير كبيرة بين المعلمة، بين الطفل، بين المنهج، فعم بيكون بالتالي عم ينعكس سلبا على الأداء التعليمي. نعم. على العملية التعليمية، فبصير في عندي صدمة يعني كثير كبيرة، فتعويض الفاقد التعليمي للطفل اثناء عملية الدراسة عم تكون مرحلة كثير صعبة. صحيح. يعني معلش خلينا نستثمر عطلة الصيفية بتأسيس اطفالنا صح تعليميا، بالقراءة، بالكتابة، بالرياضيات، باللغات، نأسسهم صح، بعدين مشان ما يصير في شكوى وتذمر من المعلمين ما عم يهتموا باولادنا، المعلم ما له عليه ملامة. صحيح. بعد 50-60 طفل آخر طفل شيء بقاعة واحدة لوم عليك. ما في لوم عليه ابدا ابدا ابدا. انا بقول في لوم على الاهل، متابعة ثم متابعة ثم متابعة حتى يطلع عندي طفل سليم وقادر على انه هو يمارس حياته بشكل طبيعي. نعم، يعني بالختام نحن بدنا نتشكرك وشكرا على هال يعني هالتوعيات يلي اعطيتها لكل الناس. شكرا لك عقاب. شكرا كثير لك. شكرا لك عقاب، وان شاء الله هيك يكون لنا وقفات ثانيه لمواضيع ثانيه. اهلا وسهلا فيك.